طيب خلينا نفتكر كده اخر طيب خلينا نفتكر كده اخر مره احنا عملنا ايه. احنا اتكلمنا عن الماتش فلتر صح، وقلنا ان انا دلوقتي عاوزه ماكسمايز الاس ان ار، وعشان ماكسمايز الاس ان ار هيبقى عندي ايه يا ابني بس ماشي، لو عندي بي اوف تي هستخدم ماتش فلتر عند الريسيفر هو ايه بي اوف تي كابيتال، هعمله ايه ماينس تي سمول، فكني بعمل انفيجن وبقى ايه بشفته بتي كابيتال. تي كابيتال ده هو ايه، هو الديوريشن بتاعه تمام. طيب والاوبتيمم سامبلينج بوينت هو ايه، تي التي اللي هي تي هنا او تي بي تمام كده. طيب والاوتبوت بتاع الماتش فلتر بجيبه ازاي؟ ايوه بعمل كونفوليوشن ما بين البي اوف تي والبي اوف تي كابيتال ماينس تي. طيب والمفروض ولو عملت له سامبلنج عند التي بي او التي هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي اي اللي هي الانرجي بتاعت مين، بتاعت البلس تمام. فانت ممكن لو انت اوريدي عاوز تجيب الامبليتيود او عاوز تجيب الاوتبوت بسرعه عند التي بي، انت تروح تجيب ايه، تروح تجيب الانرجي بتاعت البلس بتاعتك صح كده. طيب فردا دلوقتي احنا هندخل في حته ثانيه كده اللي هي الانتر سيمبل انترفيرنس. طيب فردا دلوقتي ان انا باعت بلس شكلها كده اللي هي مثلا او باي لاين كودنج انت بتستخدموه، مثلا سي ريكت مثلا او اللي هي يوني بولر او بولر او اي حاجه تمام. بعت ريكت في التايم، فانا بعت ايه في الفريكوانسي سينك صح. طيب لو انا ببعت الكلام ده زي مثلا ان انا بقى عندي سلك التليفون مثلا، انا عندي بيتس وابعتها على اللي هو الانفراستراكشر بتاعه التليفون بتاعي اللي هو الدي اس ال عادي ماشي، الاسلاك الكابر واير ديت ماشي بتبقى ايه، بتبقى باند ليميتد، ما تبقاش يعني باندوث بتاعها مش انفاينايت ماشي، هي ليها في الاخر بعد باندوث معين كده بيحصل ايه، بيحصل اتينيويشن كده تمام. وكل كيبل وليه الباندوث بتاعه، فمثلا الاوبتيكال فايبر ليه اعلى باندوث عشان كده هو بيديك ايه احسن ريت ممكن تستخدمه تمام كده. فتلاقي كابل وايرز مثلا او كده ليها ايه، ليها باندوث. فسي مثلا ان انا هعدي السيمبل بتاعي ده على ايه، على باند ليميتد شانل، فايه اللي هيحصل، الباندوث بتاع السينك ايه ثيوريتيكال هو انفاينايت صح، فايه اللي هيحصل، هتعمل اتينيويشن وهتسبرس ايه الهاي فريكوانسيز دي، فيبقى شكل السينك عندي ايه سي مثلا شكلها يبقى عامل مثلا حاجه عامله كده مثلا، دي ما بقتش سينك صح، فالطبيعي ان ده مش هيبقى ريكت تمام. ايه اللي هيحصل له بقى، بما انه هنا بقى باند ليميتد يبقى الناحيه الثانيه اللي هيحصل لها هتوسع صح، يبقى ايه اللي هيحصل، هيحصل لها حاجه كده. طب ده كده انا ايه، انا بعت 1 طيب عند ايه، عند التي بي هبعت مثلا سي مثلا نيجاتيف 1 فيطلع لي ايه حاجه عامله كده. طب وبعدها هيطلع لي 1 هبعت 1 حصلها ليكج كده، فايه اللي بيحصل، هيحصل لي انترفيرنس على البيتس اللي بعديه فيعمل لي ايه انتر سيمبل انترفيرنس. طب ايه الحل، الحل خلاص قال لك لا بدل ما تبعت لي حاجه انفاينايت كده في الفريكوانسي، لا ابعت لي حاجه باند ليميتد، اعمل لي بالس شيبنج للايه للبالس بتاعتي ديت بشكل يخليها ان هي ليها باندوث محدد في ايه في الفريكوانسي دومين تمام. طيب اسهل حاجه ممكن نفكر فيها ايه، بدل خلاص بدل ما بنبعت ريكت في التايم نبعته في الفريكوانسي ماشي. فقال خلاص ماشي اوكي خلاص نحط كده ايه، نبعت هنا السينك ونبعت هنا ريكت تمام كده، يبقى انا حليت ايه المشكله بتاعت ايه، بتاعت الباند ليميتد دي هتعدي على الفلتر هنا مش هيحصل لها حاجه وتمام جدا ماشي. بس هنا طب انا ببعت حاجه في التايم انفاينايت صح، طب نحكمها ازاي بقى، قال لك عن جه نايكوس قال لنا عندنا ايه، نايكوس دايما بيحل لنا مشاكل بتاع الانترفيرنس، اي حاجه تلاقي نايكوس داخل فيها كده ماشي. قال لك خلاص ماشي انا ايه هحط لك شويه كونديشنز كده ماشي، الكونديشنز دي لو مشيت عليها هتخلي لك مفيش انترفيرنس. قال لك اول كونديشن ايه، اول كونديشن عندك ان لما تيجي تجمعهم عند البوينت اللي هتعمل عندها سامبلينج اللي هي 0 والتي وال2 تي اند سو اون، تلاقي ان بيطلع لك ايه، بيطلع لك البلس بتاعتك بالظبط اللي انت بعتها او اللي هي البيك بتاعتك، ويديك ايه زيروز بتاعت ايه، ويتجمع عليها زيروز بتاعت الايه، بتاعت البلسات اللي يعني ما يجيلكش انترفيرنس من الحاجات اللي قبل كده ماشي. خلينا ناخد مثلا زي مثلا ده الزيرو وده التي بي وده الاثنين تي بي اوكي احمر كده. طيب انا هبعت سينك اوكي، فشكلها يبقى عامل ازاي، هبقى عامل كده
وهاجي هنا مثلا سي ان انا هبعت نيجاتيف سينك نيجاتيف 1 مثلا هبعت كده صح مش عارف حاسه غريبه كده ماشي هبعت كده طيب وبعد كده هبعت هنا مثلا سينك بوزيتيف طيب تعالى نبص كده عند السامبلينج بوينتس عند السامبلينج بوينتس هلاقي مين هلاقي ال1 اللي انا بعتها مجموعة عليها زيروز من ايه من البلسز الايه اللي بعدي طيب وهنا هلاقي النيجاتيف امبليتيود مجموعة عليها ايه زيروز بتاعت ايه الحاجات القبليه واللي بعدي طب وهنا نفس الفكره بوزيتيف والمجموع عليهم ايه مجموعة عليهم زيروز يبقى كده مفيش ايه انترفيرنس في الايه في التايم دومين طيب يبقى اول حاجه بيقول لي هالي ايه بقى ماثيماتيكال بيقول لك لو جيت عملت سامبلينج لو جيت يعني دول شفتت كده عملت لهم سامبلينج هتلاقي ان بيطلع لي ايه بيطلع لي زيرو بيطلع لي 1 عند الايه عند الـ عند الـ يعني او لو كنت خدت البلس كده بتاعت السينك ديت وعملت لها سامبلينج هنا عند الزيرو هتديك 1 وعند الايه عند التي اس او اللي هي المالتيبلز اوف التي اس هتديك ايه زيروز وده اللي بيضمن لي ان انا لما اجي اشفت السينك دي عند التي وعند 2 تي اند سو اون تديني ايه تديني ان هي بتديني زيرو انترفيرنس تمام كده يبقى ده اول كونديشن طب تاني كونديشن عندي تاني كونديشن او مش تاني كونديشن خلينا نقولها خلينا اول نقول الفريكوينسي دومين بعد كده نقول تاني كونديشن عندي الفريكوينسي دومين انت عملت هنا ايه عندك ده اتش اوف تي عشان تعمل سامبلينج فانت عملت ايه ضربته في امبلس ترين صح ولازم يطلع لك ايه دلتا صح كده عشان يبقى ايه بيحقق نايكوست كريتيريا طب تعالى نبص عليه في الفريكوينسي دومين ده هيبقى ايه اتش اوف اف هتعمل كونفوليوشن مع ايه مع امبلس ترين صح كده فده اللي هيديك ايه هيديك الاتش اوف اف ده الريسبونس ده متشفت بايه بواحد على تي اس تمام وطبعا ده في ايه ده الفاكتور بتاع مين بتاع الفرير سيريس كوفيشنتس بتاع الامبلس ترين ايه انا بس عاوز اقول لكم نفس الكونديشن ده بس في الفريكوينسي دومين يعني التايم دومين عرفت ان انا هعمل سامبلينج هلاقي ان هو في الاخر بيديني دلتا طب في الفريكوينسي دومين انا هعمل ايه هعمل ده هعمل له اف اف تي للايه للكونديشن ده فعندي ده هو عباره عن ايه عباره عن اتش اوف تي تعمل له سامبلينج فهعمل ده اف اف تي كده هيديني ايه اتش اوف اف وهعمل الفري ترانسفورم للامبلس ترين هتديني برده امبلس ترين بامبليتيود واحد على تي اس والمالتيبليكيشن هنا هيبقى ايه كونفوليوشن صح ها عملت كونفوليوشن هيديك ايه هيديك كونفوليوشن مع دلتاز هتشفت لك الاتش اوف اف دي حوالين الدلتاز دي ايه لحد انفينيتي صح وعندك واحد على تي اس ده هو الفورير سيريس كوفيشنت بتاع مين بتاع الامبلس ترين تمام طيب لو جمعتهم كل الايه شفت الدول لازم يدوك مين الفورير ترانسفورم بتاع مين بتاع الدلتا اللي هو الايه كونستانت طيب يعني هنا دي لو عملت لها ايه سامبلينج لازم تديني دلتا ماشي ده اول كونديشن ده اللي هو قصدي سوري ده الكونديشن في التايم طيب في الفريكوانسي لو انا عندي الريكت ده هو الايه فري ترانسفورم بتاعها لو انا شفته كل ار اس كده المفروض لما اجي اجمع كده يديني ايه يديني رقم كونستنت يديني دي سي تمام ها انهي حته بالظبط طيب دلوقتي انا عاوز اختار بلس ماشي ما تعمليش انتر سيمبل انترفيرنس حلو فاحنا قلنا خلاص أو يعني ما تعمليش انت سيمبل انترفيرنس ونكون باند ليميتد عشان تكون باند ليميتد فقلنا ان احنا بدل ما هنا هبعت السينك هبعت سينك في الفريكوانسي هبعتها في التايم طيب ما هي سينك في التايم ديت هي موجوده من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي فلازم احط كونديشنز عليها ايه الكونديشنز عليها ان لازم تكون بتديني واحد عند الزيرو بتاعها وبعدين تديني زيرو عند ايه عند كل نقطه من دول اللي هي التي بي وكده لان انا اصلا ببعت بلس كل قد ايه كل تي بي صح لو هي عند التي بي اصلا بتديني فاليو يبقى كده هتعمل لي انترفيرنس على اللي بعدي ولا لا يبقى انا ايه مش هينفع ابعت يبقى مش هينفع ابعتها فلازم تديني ايه عند زيرو عند التي بي عند 2 تي بي كل الحاجات دي تديني زيروز وتديني بس فاليو عند مين عند الزيرو بس تمام كده طيب ده الكونديشن في التايم طب في الفريكوانسي هنحول الكونديشن ده للفريكوانسي دومين عشان نفهمه بس ماشي فانت عندك اتش اوف تي ضربتها في امبلس ترين عشان فكره السامبلينج ده ما انا لسه قايله لك السامبلينج ده ماشي ويديك دلتا فعملت ايه عملت اتش اوف تي ده حولتها لاتش اوف اف والامبلس ترين دي حولتها برده تبقى ايه فري ترانسفورم بتاعها امبلس ترين المالتيبليكيشن ده كونفوليوشن صح فيبقى ايه اتش اوف اف ده
هعمل كونفليشن مع الدلتاس، يبقى كني بشفت الاتش اوف اف دي حوالين ايه الدلتاس دي، تمام. فكونديشن بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت خدت الاتش اوف اف دي شفتها كل ار اس ماشي، المفروض لما تيجي تجمعهم كلهم على بعض يديك حاجه كونستنت. لو اداك كونستنت يبقى ده ما بيدكش، ما بيعملكش اي اس اي. لو عمل لك، لو مش كونستنت يبقى كده هيعمل لك انترفيرنس على حاجه اللي بعديك. ما ده تايم دومين، ده تايم، ده فريكوانسي. مش الدلتا في التايم تبقى ايه في الفريكوانسي؟ كونستنت، صح؟ يبقى انا لو انا عاوزاها يطلع لي الاوتبوت دلتا، يبقى المفروض يطلع لي الاوتبوت من الفريكوانسي دومين ايه؟ كونستنت. طيب والسامبلينج في دومين بيعمل ايه في الدومين التاني؟ بيخليها لي بريودك، صح؟ بالراحه كده، بالراحه ماشي. خلينا نبص على الاوبريشن اللي بعملها في التايم، وايه الايكويفالنت ليها في الفريكوانسي، والاوتبوت في التايم، والاوتبوت اللي انا متوقعه في الفريكوانسي. هل اللي انا بعمله في الفريكوانسي في التايم ان انا بعمل سامبلينج، ماشي؟ عملت سامبلينج هنا، يبقى هعمل ايه في الفريكوانسي دومين؟ سامبلينج لحاجه بتخليها ايه في الفريكوانسي دومين؟ بريودك، صح؟ وده اللي خلانا نعمل اللي هي النايكوست ثيرم، ويقول لك الاف اس تبقى بكام والكلام ده، صح؟ يبقى انا لو عملت لها سامبلينج هنا هتفضل تشفت لي ده كل قد ايه، كل اف اس اللي عملت سامبلينج بيها. حلو كده؟ طيب الاوتبوت بتاع السامبلينج هنا متوقع يبقى ايه؟ يبقى دلتا، صح؟ يبقى الاف اف تي بتاع ده ايه؟ كونستنت، صح؟ يبقى انا متوقعه ان انا لما اجي اشفت ده اعمل الاوبريشن دي يطلع لي ايه؟ يطلع لي كونستنت، صح؟ فكده ايه؟ فكده هو لا هو ده كونديشن بس، ان انا لما اخد الباندوث بتاع ده اللي هو الباند ليميتد دي، ما هي دي في الاخر ليها باند. لو انا هو انا بس عاوز اتشيك ان هو ما يقدرش يعمل لي، ما بيعمليش اي اس اي. لا انت مش فاهمني، مش فاهمني. انا دلوقتي عندي البلس ديت، البلس ديت انا عاوز اتاكد ان انا اعرف استخدمها، ماشي؟ اعرف استخدمها ازاي؟ ان هي تحقق لي الشرطين دول، هي لوحدها كده اخدها هتحقق الشرط ده ولا لا. الشرط الاولاني ان هي تديني لما انا اقعد اشفتها في الفريكوانسي دومين تديني كونستنت. تاني شرط ان هي لو انا عملت لها في التايم دومين سامبلينج عند التي بي تديني دلتا. دي تو كونديشنز. لو حققت يبقى انا اقدر استخدمها كبالس شيبر، لو ما حققتش يبقى دي ما اقدرش استخدم البالس شيبر ده، هيعمل لي انترفيرنس، تمام؟ لا ثانيه بس انت بتبعت في الوقت الواحد، بتبعت بيت واحده، البيت واحده دي ليها تايم ديوريشن، ليها باندويث معين، فدي هتبعت مره واحد وبعديها زيرو وبعديها نفس باندويث بس في التايم، صح؟ صح ولا ايه؟ فانت بتبعت هنا السينك دي الاولانيه دي هتاخد باندويث كده، بعديها زيرو مع تايم نفس الباندويث، تمام ماشي. هنا انت عندك السينك الاولانيه دي باندويث بتاعها ايه؟ هو الريكت ده، صح؟ فهو في التايم الاولاني من اول حته دي هيبعت لك، هتبعتي في ايه؟ في باندويث ده. بعديها في التايم الثاني هتبعتي نيجاتيف 1 دي. فاحنا التايم يعني الباندويث الواحد بستخدمه يعني مع التايم كده، يعني مش مثلا البيت الواحده ببعتها هنا وبعدين ببعتها هنا وبعدين ببعتها هنا، لا مش بعمل كده، ببعت على نفس الباندويث ببعت ايه ورا بعض، فوق بعض بالظبط. لو انا ماشيه في التايم كده، يعني انا لو ماشيه كده في الفريكوانسي، ده فريكوانسي وده التايم، فانا عندي الباندويث اهو وببعت عليه مره ايه، مره الريكت ومره نيجاتيف ريكت اند سو اون، تمام؟ ايه حاجه انفينيت في التايم، ان انت عندك بلسات وبتعدي على بلس شيبر بيتجمعوا كويف فورم، والويف فورم هي بتبعت، تمام؟ يعني انت عندك هنا ده مثلا دلتا، عندك ان هي واحد مثلا ونيجاتيف واحد وواحد وكده بيدخل على بلس شيبر، ماشي؟ البلس اكنك بتعملي كونفليوشن للدلتاز دي مع البلس شيبر، مع البلس شيبر ده، فاهمه؟ وبيجمعوا على بعض وفي الاخر الترانسميتر بيبعت ويف فورم، اوكي؟ طيب ده كده اول كونديشن. اول كونديشن انا عاوز اضمن ان عند ايه، عند السامبلينج بوينتس ما يبقاش بيديني ايه الا ال1 عند ايه، عند البيك بتاعته، وزيروز عند بقيه الايه، بقيه الويف فورم، بقيه الويف فورم. مش عارفه اعمل ايه،
طيب اعتقد هو ملوش لازمه صح؟ يعني انا اتكلمت كده الناس هتسمعني، الناس اللي ورا. الحمد لله. طيب تاني كونديشن عندي، تاني كونديشن انه لازم يكون بيديكي بسرعه. ماشي. طب ليه بيديكي بسرعه؟ تعال نبص كده. لو حصل ان السامبلر كان فيه شويه جيتر، ان هو مش بيسامبل بالظبط عند الزيرو وعند التي بي اند سو اون، خلينا ناخد مثلا بياخد دلتا كده جنبي. تعال نبص كده، بص اتجمع عليه ايه واتجمع عليه ايه، صح؟ يبقى حصل ايه؟ حصل انترفيرنس صح. طب لو هو كان بيديكي بسرعه، يعني اللوب دي مش كبيره كده، اللوب دي اصغر شويه كده، يعني ده بينزل بسرعه كده وده بينزل بسرعه زيها، هتلاقي ان هو بيقاد ايه؟ بيقاد الفاليو دي اللي هي اكيد اصغر من ان هي تكون دي صح. يبقى انترفيرنس اقل. يبقى انا عاوزه حاجتين. اول حاجه ان هو ما يبقى عند زيرو بيقاد زيرو انترفيرنس، ما بيقادش اي حاجه، واللي هو بتاع نايكوس كريتيريا. تاني حاجه عندي ان هو يبقى بيديكي بسرعه، عشان لو حصل اي جيتر او اي مشكله في السامبلر يبقى ايه، ما بيعمليش انترفيرنس عالي، او ما بيعملش ادنج لايه، لفاليوز عالي. طيب راحوا قالوا ايه بقى؟ راحوا قالوا هنعمل حاجه اسمها بالس شيبنج كده، او هنعمل حاجه اسمها ريس كوزاين. ريس كوزاين ديت ليها حاجه اسمها رول اوف فاكتور. رول اوف فاكتور دي اللي بتتحكمني في فكره مين الديكي بسرعه او ببطء. ماشي. ريس كوزاين دي هي سينك. لو البيتا دي، لو الرول اوف فاكتور ده بكام؟ بزيرو. ماشي. والبيتا دي ايه؟ بترينج من اول زيرو لحد ال1. تمام. لو هي زيرو فهو الريكت ده، فهو مين؟ فهو السينك العادي. تمام. طيب لو انا زودت البيتا، كل ما بزود البيتا كل ما كانت الباندويت يعني بيحصل سموثنج وبتوسع اكتر، الباندويت بيكبر اكتر، وفي نفس الوقت التايم بيحصل له ايه؟ انا كده زودت الرول اوف. رول اوف يعني ايه؟ يعني تنزل بسرعه. تمام. فزودت ايه؟ الديكي. يبقى بتاعي يبقى ايه؟ يبقى اسرع في الايه، في التايم دومين. فبدل ما هي سينك كده عامله كده، هتبقى شكلها مثلا عامل كده. تمام. بس انا خسرت قدامها ايه؟ باندويت. ما انت بتكسب حاجه بتخسر حاجه. كسبت ان انا ايه؟ ان انا بقى عندي الديكي بسرعه جدا. ماشي. وده اللوبز حتى بقت اقل. بس خسرت قدامها مين؟ ان انا دفعت باندويت اكبر. تمام. طيب البيتا ديت الرينج بتاعها من 0 ل 1، والفاليو بتاعتها هي مين؟ هي الدلتا الاف، او خلينا قبل ما نقول الفاليو بتاعت البيتا ده، هنا هو مين؟ هو 1 على 2 تي اس، واكبر حاجه ممكن يوصل لها 1 على التي اس. اوكي. طيب البيتا هي مين؟ هي دلتا الاف على 1 على 2 تي اس. هي مين التي اس دي؟ هي سيمبل ديوريشن. تمام. الار اس، فاكرين لما كنا بنقول مثلا الاف اس هو مين؟ هو 1 على التي اس، والار بي هو 1 على التي بي. طب لو انا عندي سيمبل، عندي سيمبل ديوريشن، تي اس هو مين؟ هو السيمبل ريت صح. طيب لو انا عندي السيمبل ده هو هو الديوريشن بتاعه تي اس، يبقى الريت بتاعه ار اس، يبقى ده هو ايه؟ بيرينج من اول ار اس على الاثنين لحد ايه؟ ار اس. طيب البيتا هو مين؟ هو البيتا هو الاكسس باندويث اللي هي الحته دي الدلتا الاف دي. ماشي. على مين؟ على اللي كنت هدفعه لو انا كنت بعت سينك. ماشي. اللي هو الار اس على الاثنين. طيب لو انا عاوز احسب الباندويث، الباندويث هيبقى ايه في الحاله دي؟ هو الار اس على الاثنين صح، مجموع عليه الاكسس باندويث. لو انا هنا لو انا بعت البيتا بزيرو يبقى انا بعت ده الريكت. ماشي. لو انا بعت البيتا بواحد يبقى انا بعت اللي هو الدوت اللي هو النقط ده. تمام. طيب فهنا الباندويث هو ايه؟ هو ده بلس الاكسس باندويث لو هو فيه اكسس باندويث. طيب الاكسس باندويث ده هو ايه؟ ممكن اجيبه من البيتا هنا صح، اللي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الار اس على الاثنين مضروبه في مين؟ في البيتا. والبيتا الفاليو بتاعتها من ايه؟ من 0 ل 1 صح. طب تعالى ناخد كده ده الار اس على الاثنين كومن بره، يبقى عندي بيتا بلس 1. يبقى اقل حاجه لو بيتا دي بزيرو اديني ايه؟ الار اس اديني ده. لو الاعلى حاجه تبقى ايه؟
البيتا بواحد تديني ايه؟ الار اسبوز. تمام كده؟ ايه؟ لا مش سامعه. عشان لو انا عندي مشكله في السامبلر يعني بصي لو انا عملت سامبلينج كده خلينا ناخد البتاع الاصليه. تعالي بصي كده لو انا السامبلر ده ما بقاش بيسامبل عند زيرو بالظبط خد هنا مثلا ايه اللي هيحصل؟ بصي حصل ايه لو هي كان مش بالديكي بسرعه سينك ما مش بالديكي بسرعه عندها اللوب بتاعتها كبيره فايه اللي حصل؟ فبقى عندي الفاليو دي جمع عليها او نقص منها كام فاليو كبيره. طب هو لو كان بيديكي بسرعه يعني ده كان بينزل بسرعه جدا للزيرو كده هلاقي ان انا بقى ده عليه ايه هيحصل انترفيرنس بس صغير صح او ايرور صغير صح. لكن لو انا كان ما بيديكي يعني كانت سينك ومش بيديكي بسرعه فكده الانترفيرنس هيبقى عادي. فاهمه؟ انت عندك بيتس البيتس دي بتدخل على بالس شيبر فاكني بعمل كونفليشن ما بين الحاجه اللي داخله دي وما بين مين ما بين السينك دي في التايم او الريكت في الفريكوانسي اي حاجه ماشي. وساعتها بيخرج لي من هنا ويف فورم ماشي اكنك بتعمل كونفليشن ما بين فلتر واي حاجه. الفلتر ده ليه انفاينايت ليه في التايم انفاينايت بس ليه في الفريكوانسي فاينايت اكنه بص اصل ده في الاخر اكنه شبه مين مش شبه شويه اللوباس فلتر صح. فهو اكنك بتعمل شويه شبه اللوباس فلتر ما هو في التايم هو في الاخر شكله عامل زي في التايم شكله عامل كده اكنه شبه هو في الاخر اللوباس فلتر فاهم اكنك بتعدي البالسز دي على اللوباس فلتر في الويف فورم ايه يا لهوي مش لسه قايله ماشي. ما انت لو كده بتبعت لوباس فلتر فانت كده بتعمل ايه؟ ما هي لو انت ثانيه ثانيه بس السينك ده في التايم السينك دي لو قلتها في التايم هتعمل لك ايه في الفريكونسي؟ هتوسع لك يبقى رجعنا لنفس اول حاجه خالص ماشي تمام. طيب ماشي طيب ناخد بقى بروبلم على ده. هي الموبايل بتاعي فين؟ استنوا اخر حاجه قبل ما ندخل في البروبلم. طيب دلوقتي عاوز استخدم ماتشد فلتر تمام عشان الماتشد فلتر يحقق نايكوس كرايتيريا. لو انا عاوز استخدم ريس كوزاين ماشي كبالس شيبر وفي نفس الوقت عاوز استخدم ماتشد فلتر بس ما ينفعش استخدم بالس شيبر ماشي بانفاينايت في التايم كده لو هو ما بيحققش نايكوس كرايتيريا صح. طيب فقالوا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجه اسمها سكوير روت ريس كوزاين ماشي واحط اكني بعمل ايه هاخد الاتش باف دي واعملها سكوير روت واحط سكوير روت ريز كوزاين في عند الترانسميتر وزي عند الريسيفر تمام. فيبقى الريسبونس الاوفرول بتاع البلس شيبر هو ايه؟ هو ريز كوزاين اللي هو اصلا بيحقق مين نايكوس كرايتيريا صح ولا لا؟ عندي ده روت اتش اف وده روت اتش اوف اف يبقى الاوفرول ريسبونس بتاع ايه بتاع ده مضروب في ده هو مين الفلترز كلها هو اتش اوف اف اللي هو اصلا مين الريس كوزاين اللي بيحقق مين نايكوس كرايتيريا. ليه؟ عشان لو انا عاوز استخدم ماتشد فلتر ما ماتشد فلتر بيماكسمايز مين الاس ان ار صح ماشي. فانا عشان ماكسمايز عاوز استخدمه كماتشد فلتر يبقى احط هنا ايه سكوير روت ريس كوزاين وهنا سكوير روت. لا 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 هو عشان انا لو خدت الريس كوزاين اللي هو السينك دي ماشي ورحت خدتها وعملت مثلا عملت حطيت لها فلتر هتحط الفلتر هو ايه هتقلبه وتشفته بتي صح هتلاقي ان هو مش بيحقق نايكوس كرايتيريا. تعال نبص كده عند التي كده تمام. هنا عندك ده عند الزيرو لو انت عملت له سامبلينج هتلاقي ان بيطلع لك زيرو هنا واحد وهنا زيرو يبقى ده مش بيحقق نايكوس كرايتيريا صح. الفلتر ده بيحقق نايكوس كرايتيريا لو انت عند الزيرو طلع لك زيرو
وعند الواحد طلع لك بلس ده مش بيحقق نايكوست. لا ما اعرفش شكله عامل يعني, لا شكله لا ما هيطلع لك هو شبهه ده بس حاجه شبه كده. يعني شبه شويه مش بالظبط يعني, بس ايكويشن مختلف. ايه لا مش فاهم يعني دي يعني خد ابسولوت يعني, يعني هتلاقي في الاخر في الورق هتلاقي الفورمولا بالظبط, بس غالبا هو واخد ابسولوت او حاجه فاهمني. بس هو في الاخر في حاجه اسمها سكوير روت تريس كوزاين, هو بياخد سكوير روت للماجنيتيود بتاع ده. لا ثانيه واحده, ده ماجنيتيود في الفريكوانسي دومين, هو شكل ده هو بياخد سكوير روت لده مش لده فاهمني. طيب خدت سكوير روت, ففي الاخر الاوفرول ريسبونس بتاعك هو مين, هو السكوير روت. ماشي هيبقى عندك اكنك اتش اوف اف ده تحت روت ده, خدت ده عملت سكوير روت وده مضروب في ده هيديك اتش اوف اف اللي هو مين, هو اصلا الشكل ده. ده بقى تايم, ده ملوش علاقه خلاص, انا بتكلم فريكوانسي. ايه لا علشان لما تيجي انت بص ما ينفعش تستخدم بالس شيبر يعني وليه انفاينايت ريسبونس كده في التايم وما بيكونش بيحقق النايكوست كرايتيريا. طيب انا عاوزه حاجه تضمن ان هي بيحقق النايكوست كرايتيريا اللي هي ريس كوزاين بيحقق النايكوست كرايتيريا, هي والسينك والحاجات دي بتحقق النايكوست كرايتيريا تمام. فانا عشان اقدر استخدم الماتش فلتر واستخدم كمان الريس كوزاين عمل حاجه اسمها سكوير روت ريس كوزاين, خدوا الاتش اوف اف عملوها سكوير روت ماشي وحطوا وسموها سكوير روت ريس كوزاين, طلع هتطلع فورمولا في التايم ايا كان هي شكلها عامل ازاي ماشي. هياخدوها يحطوها واحده عند الترانسميتر واحده عند الريسيفر. فانت لو هنا عندك بيتس هتبقى بالس شيب بالسكوير سكوير روت ريس كوزاين وعدت على الشانل وراحت عند الريسيفر, ايه اللي هيحصل لها؟ هيبقى عندك بيتس اللي هي الواحد واثنين والباينري ديت مضروبين في ايه, خلينا ناخدها في الفريكوانسي دومين ماشي, مضروبين في او يعني ده هو الاتش اوف اف تحت السكوير روت هيتضرب في مين روت اتش اوف اف هيديني مين في الاخر, ايه الاوفرول ريسبونس بتاع الفلترز, هو الاتش اوف اف اللي هي ريس كوزاين صح. انت عندك هنا سكوير روت وهنا سكوير روت ضربهم في بعض يديك ريس كوزاين. طب عندك ريس كوزاين يبقى ايه, يبقى رجعت تاني لمين, للحاجات اللي ايه بتحقق نايكوست كرايتيريا. لا هي ملهاش علاقه, هي لها علاقه بس ان انا عاوزه حاجات تحقق كده. انت تعمل سكوير روت للفاليو مش للامبليتيود, اهو ده عند الترانسميتر وده عند الريسيفر. هو خدتي سكوير روت ريس كوزاين خدتي واحده هنا واحده هناك بس. بدل ما تحطي هنا ريس كوزاين هنا وريس كوزاين هناك, مش انت عملت كده في المحاضره ولا انا يعني كنت بقولها اخدته ايه طيب عشان ايوه بالظبط هي في دقيقه كده. اصل الناس اللي قبليكوا قالوا انكم خدتوها عادي, عيط والله يا جماعه اهو اهو. بعد ايه؟ ده ترانسميتر وده ريسيفر. لا ليه ايه يا نهار ابيض تعبي الشقيه راح. ماشي بص انت عندك بص انت بتعمل بولس شيبنج اللي هي بي اوف تي حلو كده. البي اوف تي دي بتعدي على تشانل وتحصل عليها ادنج للنويز وتوصل للريسيفر الحمد لله بالسلام حلو كده. عند الريسيفر انا عاوز اعمل لها احسن البرفورمانس, فهعمل ايه, هحط فلتر. ايه الريسبونس بتاع الفلتر ده؟ هو ده اللي بنسميه ماتشد فلتر تمام. وبعد كده بعمل سامبلينج وبعدين بعمل ايه, بعديه على اللي بتاع الثريش تمام. فالبي اوف تي ده انا بعمل ايه, انا بعمل ديزاين لده على اساس البي اوف تي اللي انا ببعته حلو كده. ايه مش تفرق حاجه يعني, هنا متظبطه ان هي مش تفرق حاجه يا جماعه سيبكم الحياه دي معلومه كده في النص يعني, دي مش يعني ما تستفيدوش فيها لان اصلا الايكويشن بتاعه الريس كوزاين دي حاجه كده فيها كميه صيدا يعني حاجه كده عملاقه. ثانيه كده هي كوزاينات ثانيه كده, هي سينك مضروبه في كوزاين على واحد على يعني كوزاين مثلا اكس على 1 ماينس اكس اول سكوير, ده اصلا ريس كوزاين ماشي. ثانية
تمام ثانيه كده. طيب ماشي. بص هو انت مش عليكوا تعرفوا غير يعني مش عليكوا ريسبونسات ولا الكلام ده، بس هنا انا خدت خدت الماجنيتيود بتاع الاتش اوف اف بتاع الريس كوزاين دي، عملت لها خدت الماجنيتيود بتاعها وعملت له سكوير روت. حلو كده، ده في فريكوانسي دومين تمام. والنيجاتيف والشيفت والكلام ده كله فيز، صح صح ولا ايه؟ بتشفتي حاجه شيفت في دومين يبقى فيز في الدومين الثاني، فهنا الفيز والشيفت والكلام ده كله مش هيفرق معايا تمام، مش هيبقى في فريكوانسي دومين صح. فعندي روت اتش اوف اف ده ايه؟ ده البالس اللي هي السكوير ريت سكوير روت ريس كوزاين ماشي. ده البالس شيب بتاع ايه؟ بتاع الترانسميتر. هتعدي على الشانل والكلام ده واروح اعمل ايه؟ ديزاين للماتشد فلتر. ماتشد فلتر هحطه ايه؟ هحطه برده سكوير روت ريس كوزاين ماشي. النيجاتيف والشيفت والكلام ده كله برده فيز، انا مش هيفرق معايا في الاخر الكومبايند في الاخر ترانسفير او الكومبايند اوتبوت بتاع الفلترز دي كلها هو مين؟ هو ده مضروب في ده، فكماجنيتيود هو واحد صح، مش هيفرق معايا فيز صح ولا ايه؟ فكده ايه؟ فكده ده هو ده هيديني ريس كوزاين. وريس كوزاين بتحقق النايكوس كريتيريا ولا لا؟ اه بتحققه، لان انا ما ينفعش استخدم ايه؟ ما ينفعش استخدم مثلا هنا ريس مثلا سكوير روت ريس كوزاين هنا، وهنا مثلا ما استخدمش حاجه واقول مثلا ان هي ممكن استخدمها عادي. لا ما ينفعش. ليه؟ لان هتلاقي ان السكوير روت ريس كوزاين مثلا ما بتحققش نايكوس كريتيريا، يبقى ما ينفعش. فاهمين الفكره؟ لازم لو انا بستخدم حاجه انفاينايت في التايم كده لازم تكون بتحقق لي الكونديشنز اللي هناك ماشي. اول لاين كود ده في الاول، اه ده في الاول بس لو انت عندك الشانل بتاعتك باند ليميتد هيعملك مشكله الاي اس اي، لكن لو انت عندك الباند ويث مفتوح فخلاص اتس اوكي تمام. ها لا في التايم ايه ده؟ انت عارف اصلا شكلها عامل ازاي في فريكوانسي دي؟ كوزاينات وحاجات مجموعه على بعض كده، اللي هو يعني ممكن اكتب لك الريسبونس بتاعها بس يعني دي هتطلع 1 وروت واحد على الاثنين 1 بلس كوزاين باي تي على بيتا. لا طبعا تحفظ ايه؟ يعني لو انت مهتم تعرف ده شكلها، يعني ده شكل الريس سكوير روت ريس كوزاين. الفا بيتا ار هي في الاخر اسمها رول اوف فاكتور، يعني ما تحفظش اللي هي السيمبلز، لان يعني سيمبلز هتلاقي شويه بتلخبط. هتلاقي مثلا دكتور خيا هتلاقي بيستخدم سيمبلز، دكتور كابيوس عليه حاجه تانية. احفظ المصطلح ما تحفظش السيمبل تمام كده. يعني لو انت مهتم اهو ده الشكل بتاعها. ده الروت ريس كوزاين اوكي. فهي شكلها عامل كده تحت الروت اهو تمام. طيب تعال بقى نبص على الايه، على الاسئله. لا ليه عملت كده طيب ماشي. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندي طيب هنا بيقول لي عندي computer puts our binary data at a rate of 56 kilobit per second. The PC output is transmitted using a baseband PAM using race cosine. Find the transmission bandwidth. لو أنا عندي roll of factor مرة بربع ومرة بنص ومرة ب 0.751 ها عوض بالضبط. حد يقول لي بقى نبقى إيه البندويت؟ حد يقول لي أرقام كده؟ لا مش ارقام، يعني يقول لي ايكويشن، يعني يقول لي اعوض ازاي يعني. بس ار اس مين؟ ار اس 56 على الاثنين مره 1 بلس
مرة ربع صح، مرة 0.5 ومرة 0.75 ومرة 1. تمام كده؟ تمام ولا ايه؟ سؤال من الاول ماشي. طيب هنا بيقول لي عندي كمبيوتر بيحط الباينري داتا بتاعتي بريت ماشي بريت 56 كيلو بت بير سكند، بيقول لي ان الاوتبوت ده از ترانسميتد يوزنج ا بيس باند بام ماشي، وبيستخدم كابال شيبر ريس كوزاين. حلو كده؟ طيب بيقول لي عاوز ترانسميشن باند، يعني هو بيبعت الزيرو كزيرو وال1 ك1 ماشي، بيستخدم بالس امبليتيود موديليشن. يعني ايه بالس امبليتيود؟ يعني انا عندي بالس لو هي 1 بيبعتها 1، لو هي 0 مثلا بيبعتها لا 0 ولا نيجاتيف 1، ايا كان مش فارقه معايا. تمام؟ بعد كده بيقول لي الريت بتاعه، الريت اللي بيبعت بيه اللي هي التي بي عندي واحد على الرقم ده او الار بي عندي ده. فعاوز الباندوث، الباندوث احنا قلناه اصلا هو ايه؟ هو الار اس على الاثنين في بيتا بلس 1 ماشي. الار اس عندي هي الار بي عشان انا ببعت باينري. تمام؟ فيبقى هي 56 على الاثنين في 1 بلس البيتا كل مره بتتغير ماشي عند كل كونديشن. طيب السؤال اللي بعده بقى بيقول لي ايه؟ ريبيت لو كل 3 successive bits are decoded as one of 8 possible amplitudes the resulting signal is transmitted using 8 PAM. يعني الكلام بقى ده الكلام اللي احنا لسه هنشرحه في الجزء اللي في الجزء اللي باقي من المنهج، بس هو يعني جاي قدام شويه يعني ماشي. طيب هو بيقول لنا ايه؟ بيقول لي دلوقتي انا عندي stream of bits كده، هاخد كل 3 bits وعبر عنهم بامبليتيود ماشي، وابعت واعمل موديليشن للبلس ديت. يعني زي مثلا لو خلينا نقول انا عندي ساعتها لو 3 بتس يبقى انا عندي 8 كومباينيشنز. تمام؟ فانا لو ببعت بلس الامبليتيود بتاعها واحد يبقى انا ببعت 3 زيروهات مثلا، لو ببعت امبليتيود البلس الامبليتيود بتاعها باتنين يبقى ببعت 0 0 مثلا واحد، وبعدين 3 مثلا 1 0 and so on. عندي 8 كومباينيشنز بس ببعت السيمبل وبموديليت مين الامبليتيود بس نفس التي بي. تمام كده؟ طيب يبقى انا لو عاوز ابص كده يبقى السيمبل ديوريشن هو كام؟ هو 3 تي بي صح كده؟ باخد كل 3 بيتس واحطهم في سيمبل واحد صح كده؟ ها تمام ماشي ده تايم. تمام ماشي. يبقى الار اس هي ايه؟ هي الار بي على 3 صح كده؟ تمام. وانا اصلا باندويث بحسبه على مين؟ على ار اس ولا ار بي؟ ار اس. يبقى انا عندي باندويث هي ايه؟ هو الار اس اللي هو ايه ال 56 ده على 3 صح على الاثنين، واحط ايه 1 بلس مره 0.25 مره 0.5 مره 0.75 مره 1. تمام؟ ار بي هي اصلا بت بير سكند صح، بلس ان هو قايل لك باينري داتا. تمام؟ ندخل بقى ايه في الحته المهمه بقى ديجيتال بقى كوميونيكيشن. طيب فاكرين لما احنا كنا بنقول ان انا لو عندي مثلا بلس، خلينا نقول ان انا بستخدم بولر مثلا لاين كود، فلو انا ببعت واحد من زيرو حد تي بي يبقى انا كنت ببعت ايه واحد، لو انا ببعت زيرو او نيجاتيف واحد يبقى انا كنت ببعت ايه زيرو صح كده. طيب انا عاوزه ادور على طريقه اعلي بيها الريت ماشي، وعشان اعلي الريت لازم ابعت في نفس التي بي ده ابعت فيه يعني ابعت فيه بيتس كتير ماشي. ماشي هو طالما انا مثبته التايم او الديوريشن بتاعت البلس صح، يبقى انا كده مثبته البند صح كده. طيب انا عاوز اعمل طريقه جديده علشان اعلي بيها الريت اللي ببعت بيه، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لا هعمل سام ايه؟ لا انا عاوزه ابقى الريت اللي ببعت بيه بيتس، يعني انا عندي البيت الواحده بعبر عنها بسيمبل ده واحد مثلا او زيرو،
طيب انا عاوزه مثلا بدل ما ببعت 1 بت بير تي بي عاوزه ابعت مثلا 3 بت بير تي بي زي اللي هناك كده، هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ لا من غير ما ازود التي بي. لو عملت ايه؟ لو ببعت ماشي، لا انا عاوز اثبت بقى يعني مش عاوز استهلك باندوث اكتر. مش انا لو انا مش احنا لو احنا قلنا كده زي ما كنت لسه بقول من شويه كده، لو انا مثلا سي ان انا هبعت 2 بيتس بير بير مثلا سيمبل، فممكن اقول ان عندي 0 1 1 و 0 1 1. فانا لو انا بعت لك ده كده يبقى انت عارف ان انا بعت ايه 0 0، ولو انا بعت لك مثلا حاجه شكلها عامل كده يبقى انا بعت 0 1. طب لو انا بعت حاجه عامله كده يبقى انا بعت ايه 1 0، لو انا بعت حاجه بالنيجاتيف يبقى ايه بعت 1 1. يبقى هعمل ايه؟ اكنه كود بوك كده، اكنه كود بوك ماشي. بقول مثلا ايه ان كل 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 كومباينيشن عندي من البيتس كده بيعبر لي عنهم ايه سيمبل واحد. او ممكن اعمل حاجه تانية بدل ده، ممكن اقول ايه، ممكن اقول لو انا بعت بالس الامبليتيود بتاعها بواحد يبقى انا بعت 0 0، لو ده بالس الامبليتيود بتاعها باثنين يبقى بعت ايه 0 1، 3 مثلا واربعة مثلا اي حاجه. تمام طيب. يبقى انا كده ايه زودت البيتس بير سكند صح. لا ما انا يعني إيه يعني لا يعني إيه. طب خلينا مثلا في شكل ده يعني هي دي عشان ده مانشستر يعني ماشي، فمانشستر الداف ماشي. بس هي لا يعني انا بس بدي اكزامبل لفكره، بس ان انا عاوزه احط كود بوك ماشي، وكود بوك ده ليه علاقه بفكره ان انا ايه هثبت الديوريشن وهثبت الباندوث وايه هبعت بريت اكبر، ان السيمبل اللي انا ببعته يكون شايل ايه عدد بيتس اكتر بس. تمام طيب ها يعني اتفرق زي من امبليتيود عادي بقى. يبقى عندك بما انك عندك هنا انت عندك امبليتيود، فهنا تعمل بالس شيبينج، وهنا بتروح تعمل الناحيه الثانيه مثلا لو طلع لك تعمل مثلا كوريليشن، فتطلع لك لو طلعت واحد او طلعت اثنين او طلعت ثلاثه او طلعت اربعه يبقى هو بعت حاجه من دول يعني ماشي. ده هنا هناك برضو بتعمل كوريليشن، هيبقى عندك اربعه برانش وهيبقى عندك اربعه زي ماتش، او هنا هيبقى اثنين ماتش فلتر عشان اثنين دول شبه بعض والاثنين دول شبه بعض صح. لا غير بندوث ليه مغيره؟ عشان بس الحته دي سيبك من الايشو دي. لا قول تاني ايه؟ ليه؟ ماشي ماشي انا قلت لكم سيبك من الايشو ده يعني، خلينا لو كده خليك في الاكزامبل ده. انا بس عاوز اوصلك لبوينت ان انا دلوقتي انا هعمل سيمبلز بدل ما كنت هعمل بس مجرد فالس. الفالس دي بتعبر لي عن بيت واحده، هيبقى عندي سيمبلز والسيمبل الواحد بيعبر لي عن كذا بيت. هيكبر هيكبر ار ماشي، هيكبر ار دي حقيقه، بس هيعلي الريت اللي ببعت بيه ماشي. وهو ده في دايما تريد اوف ما بين الحاجتين. تمام طيب خلينا بس ايه نقول كده ان انا ايه ان انا عملت بس الحته دي، ان انا ايه بقى عندي كود بوك كده، وكود بوك ده اللي بختار منه على اساس مثلا لو انا عندي 0 0 هبعت مثلا بالس شيب معينه and so on. تمام طيب في الحاله دي سيبكم من باندوث دلوقتي، خلينا مثلا اسيوم ان انا ايه ان انا عندي ده الاشكال بتاعتي اوكي. دلوقتي لو جيت بصيت هبقى محتاجه ايه، هبقى محتاجه مثلا اربعه برانش عشان اعرف كل واحده فيهم، او لو انا واخده خلينا نقول مثلا مش واخده كده، خلينا نقول ان انا واخده ايه مثلا حاجه عامله كده اي اشكال، اي اشكال عندك سيبك ماشي. طيب لو انا واخده اشكال كده يبقى انا محتاجه ايه، محتاجه اربعه برانش، وكل برانش يشوف اذا كان ده اللي وصل، لو يعني اربعه برانش لكل واحد فيهم عشان اقدر اعمل كورليشن واطلع اذا كان ده اللي موجود ولا ده اللي موجود ولا ده اللي موجود يعني انسو صح. ده كومبلكستي عاليه، فراحوا لفكره ايه بقى، راحوا لفكره البيزس فانكشن ماشي. ايه البيزس فانكشن دي؟ قال لك هو ده كده، هم دول كلهم حاجه واحده، دي عباره عن ايه، دي عباره عن بالس واحده كده بس الامبليتيود بتاعها بيتغير صح. فممكن اقول ان انا عندي بيزس فانكشن واحده، بيزس دي ايه المينيمم بلوك اللي اقدر اكون منه كل الكومباينيشنز اللي عندي دي
اوكي، واقول ان هو عباره عن ايه، هو عباره عن بلس واحده دي، وهنا ايه، هنا ده عباره عن فيكتور. لو انا بعت 0 0 هاخد البلس دي اضربها في مين، في واحد. لو انا بعت 0 1 هضربها في 2 وهضربها في 3 وهضربها في 4. تمام. طيب في الحاله دي خلينا ناخدها شكل اسهل شويه كده مثلا. هقول ايه، هقول ان انا مينيمم بلوك عندي حاجتين، هيبقى عندي حاجه كده من 0 حد تي بي على الاثنين مثلا، ومن هنا من تي بي على الاثنين لحد تي بي. هقول ان ده ايه، ده 1 بلس 1، وده مثلا 1 بلس نص، وده مثلا نص في ده بلس 1، صح؟ ويبقى كده عندي ايه، 2 بيزس فانكشن. بدل ما يبقى عندي حاجات كتير قوي او اشكال كتير والاشكال كلها عماله بطلع لها برانشز ويبقى عندي كومبلكسيتي عاليه، بروح اعمل ايه، بروح عملت الفكرة البيزس فانكشن ديت، هي المينيمم بلوكس اللي انا اقدر، او مينيمم سيجنلز اللي انا اقدر اكون منهم ايه، الحاجات دي كلها بالاديشن، بالفكتور اديشن بينهم. تمام كده. طيب زي ما عملنا دي كده، ممكن اعمل دي 2 دايمنشنال كده، واقول ان ده عباره عن ايه، عباره عن 1 و1، ودي عباره عن مثلا 1 ونص، ودي عباره عن نص و1، ودي عباره عن نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مثلا. تمام. انا بس عاوزاكم تبقوا متخيلين احنا هنعمل ايه، وبعد كده الماث والانرجي والحاجات دي كلها هنظبطها. تمام، بس انا عاوزاكم تبقوا متخيلين احنا بنعمل ايه. اوكي، اول حاجه عملناها ان احنا دلوقتي هنخلي هنعمل سيمبلز، وكل سيمبل بيعبر لي عن كذا بت، بدل ما كان بيعبر لي عن ايه، عن بت واحده. ليه الكلام ده؟ علشان اعلي الريت بتاعي. تمام. تاني حاجه عندي، احنا قلناها ان احنا هنعمل حاجه اسمها بيزس فانكشن، وده المينيمم سيجنلز اللي اقدر اكون منهم ايه، السيمبلز دي، السيمبلز اللي انا عاوزاها. اوكي. طيب ايه بقى الكونديشنز بتاعت ايه اللي يعني ازاي اعمل ديزاين للبيزس فانكشنز دي؟ في حاجتين لازم، يعني في لازم حاجتين لازم اتاكد عليهم قبل ما ايه، قبل ما استخدم البيزس فانكشن او انا بعمل ديزاين، لازم اكون ايه، واخدهم في اعتباري. ايه اول كونديشن؟ ان هما لازم يكونوا اورثوجونال على بعض. يعني ايه اورثوجونال على بعض؟ يعني ايه حاجتين، يعني ايه اتنين سيجنلز اورثوجونال على بعض؟ الايه، حصل ضربهم والانتجريشن عليهم، صح؟ اللي هو كورليشن، صح، تضربهم في بعض وايه، وتعمل انتجريشن عليهم. طيب لما اجي اتكلم على البيزس فانكشن هسميها 5n، 1 2 3 and so on 5n of t. تمام. اول كونديشن عندي لازم يكونوا اورثوجونال على بعض. يعني ايه اورثوجونال؟ يعني انتجريشن 5 1 of t مع 5 2 of t dt لازم يديني 0. اوكي، زي ساين وكوزاين كده، ماشي. بس طبعا يعني انا ديش لما اتكلم بس على فكره، لو احنا بنتكلم انالوج، لما كنت تاخدوا الانالوج كنت تاخدوا كوام، وليه كوام؟ علشان الساين ليه عرفنا نبعت تو سيجنلز، عشان ايه، الساين والكوزاين اورثوجونال على بعض، نفس الفكره، بس هنا عندي ايه، بلسات وحاجات ثانيه. تمام، يبقى لازم البيزس فانكشن تكون ايه، اورثوجونال على بعض. تاني حاجه لازم يكونوا نورمالايزد. يعني ايه نورمالايزد؟ يعني 5 1 اوف ان اوف تي تضربها في نفسها دي تي وتعمل انتجريشن، طبعا تديك ايه، تديك واحد. تمام، ماشي. يبقى عندي ايه، تو كونديشنز، يبقى لازم يكونوا ايه، اورثو نورمال. ماشي، ايه المشكله؟ نورمالايز يعني لما تيجي تضربها في نفسها وتعمل انتجريشن انرجي بتاعتها بواحد. تمام، هو انتوا خدتوا فيكتور صح؟ لا هو، لا هو هو غالبا الدكتور لسه ما ادريش، بس الدكتور على المره الجايه هيكون مخلص المنهج اصلا. لا بهزر يعني، بس هو فاضل 3 اسابيع في المنهج، في الترم كله، وانت خلصوا في اول 5. طافي جدا دكتور خيري، لو عاوز يخلص بكره هيخلص. قالوا مشاريع، لا قول الدكتور، يعني دي مش في ايدي خالص. ايه، بص هو انا اصلا كنت مفروض انزله يوم السبت، يوم اول ما تخلصوا من الترم، على اساس انكم سلموا كده التاني قبل من الترم، بس انتم مندوبين اصلا اجلوا التسليم. ما انا مفروض اسلم الاعمال السنه يوم 17، المفروض اللي هو بتاع دكتور نافع، هسلمها يوم 17. لا روحوا قولوا له، يعني هما بمضايقين قوي. هي بس فكره ان فاضل شهر، فلسه في مشروع دكتور خيري، ويبقى كل واحد فيه عاوز اعمال السنه بتاعته جاهزه. لا اسبوع، اسبوع
طب هقول لك حاجه، كلموا الدكتور لو وافق ان احنا ناجل ما عنديش مشكله. اصدقين بيقعدوا يقولوا انت متاخره قوي، اخرتيهم ليه كده بقى؟ نافع موجوده ماشي. خلينا بس نركز كده. طيب ماشي، فيبقى كده عندي ايه؟ عندي البيسس فانكشن دي هي مينيمم سيجنلز اللي اقدر اكون منها كل الايه السيمبلز بتاعتي، ولازم يكونوا بيحققوا شرطين، هو الايه اورثوجوناليتي وان هما يكونوا نورمالايزد. حلو كده. طيب احنا بمجرد النظر ممكن كنا نبص على ايه، على السيجنلز كده ونطلع البيسس فانكشن. تمام كده ماشي. طيب جه جرام شمادت، جه عالم كده قال لنا انا يعني اكتشفت طريقه كده نطلع منها بيسس فانكشن للسيت اوف سيجنلز عندي بطريقه سيستماتيك. ممكن ما تطلعليش احسن بيسس فانكشن بس هطلعها بشكل ايه سيستماتيك جدا. تمام. طيب تعالوا بقى نبص كده ناخد اكزامبل ونشوف يعني بيطلع زي الايه. ناخد مثلا دي. طيب بس قبل ما ادخل على جرام شمادت ماشي، اول حاجه احنا عرفنا ماشي عرفنا نكتب الفيكتور، اول حاجه عرفنا نجيب البيزس فانكشن تمام اللي هي المينيمم ايه مينيمم بيلدينج بلوك بتاع مين بتاع سيجنلز كلها، عرفنا نكتبها بشكل فيكتور. تمام كده. فاضل حاجه اخيره ان احنا نرسمهم. تمام ماشي. وسنس ان هم اورثوجونال يبقى انا ممكن ارسمهم ايه اكس وواي كده صح كده، مش هم اورثوجونال على بعض ونورمالايز، فيبقى كانه ايه الاكس والواي الكارتيزيان بلين هو ايه الاكس بيربنديكولار على الواي صح، والاثنين يونت فيكتور صح. فيونت فيكتورز يعني ايه؟ يعني اكنهم نورمالايز. تمام. نفس الفكره، انا عندي البيزس فانكشن بتاعتي اورثوجونال ونورمالايز، فاسيومينج مثلا في الحاله دي انا عندي ايه، انا عندي اثنين بيزس فانكشن، فعندي الاكس والواي، هيبقى عندي ده فاي 1 اوف تي وده فاي 2 اوف تي. عايز نرسمهم كده، هيبقى عندي اول حاجه ايه 1 و1 وواحد ونص، وبعدين عندي نص وواحد ونيجاتيف واحد وواحد مثلا. طبعا ده اوحش حاجه ممكن تشوفها في حياتكم يعني ماشي. بس المهم دي ايه، ده شكل الايه هنسميه كونستليشن. يعني ايه كونستليشن؟ عارفين النجوم بقى والمش عارفه والمش عارفه ده اتجاه مش عارفه الشمال والغرب والحاجات، عارفين النجوم والحاجات علم النجوم والحاجات دي كونستليشن بوينتس اللي هي كونستليشنز والستارز والحاجات دي، هي بقى نفس الفكره. طبعا شايفين النجوم والحاجات الحلوه اللي على البورد دي، هي بالظبط دي، هي دي بنسميها كونستليشن بوينتس. تمام ماشي، عشان هي بتدي ايه شكل الايه شكلها شكل النقط عندنا او سيمبلز بتاعتنا في السبيس. اوكي طبعا الكونستليشن بوينتس بتاعتنا احلى من الستارز طبعا ماشي. طيب الستارز يعني ايه. طيب خلينا نركز. طيب ماشي، فكده بقى عندي ايه، ده كده بتعرف تكتب فيكتور، بتعرف ترسم، بتعرف تطلع البيزس فانكشن. هنعمل الكلام ده كله في ايه، في الاكزامبل اللي جاي بجرام شمادت. اوكي طيب عندي اربعة سيمبلز، عندي السيمبل الاولاني 1 و2 تي على 3، السيمبل الثاني تي على 3، السيمبل الرابع عندي أربعة سيمبلز بالشكل ده ماشي، وعاوزة أطلع لهم البيزس فانكشن بمجرد النظر نقدر نطلع. شباب ركزوا معايا ماشي، عشان الحتة ديت يعني رخمة شوية. أوكي كلها ماث بقى ماشي. أول حاجة بمجرد النظر كده تقدر تطلع البيزس فانكشن ولا لأ؟ إيه المينيمم؟ إيه التلاتة؟ ممكن أول حاجة هم عددهم كام؟ ممكن أطلع إيه البيزس فانكشن اللي كون منهم كل السيمبلز دي؟ اللي هي من 0 لحد تي على 3 وبعدين ايه تي على 3 2 تي على 3 وبعدين من 2 تي على 3 لحد تي. يعني بمجرد النظر كده كنت ممكن اقول ان هو عباره عن كده صح. كنت ممكن اقول ان هم دول صح كده، وده تي على 3 2 تي على 3 وده تي على 3. كنت ممكن اقول دول وده يبقى ايه مجموعهم هم 3 وده ايه بلس وماينس اند سو اون صح كده. لو هم بص بقى، هو جرام هيعمل كده، بس هو جرام لازم تتاكد من حاجتين اورثوجوناليتي ونورماليزيشن. تعالوا بقى نشوف ايه
نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما ندخل في جرامش مادت, او انت كده مش طلعت البيزيس فانكشن, بس في حاجه وكده انت متاكد ان انت لو ضربتهم في بعض هيبقوا ايه, ده هيتضرب في زيرو وده هيتضرب في زيرو, ده يعني كلهم اورثوجونال على بعض كده, اورثوجوناليتي تمام. بس فاضل حاجه نورماليزيشن, فلازم تجيب الانرجي بتاع كل واحده فيهم وتقسم الايه الابليتيودز بتاعتها على الانرجي بتاعتها تمام, عشان تتاكد ان هي نورمالايز تمام. تاني يبقى كده احنا جبناهم, جبنا المينيمم سيجنلز اللي اقدر اكون منهم دول بمجرد النظر. حلو كده, بعد ما جبتهم بمجرد النظر اجي ابص كده اتاكد ان هما اورثوجونال, فاضرب دي في دي الاقيها ايه بتصفر فعلا صح, زيرو ولا مش زيرو. طب ودي في دي برضو زيرو, طب ودي في دي زيرو, يبقى كده هما ايه, هما كده اورثوجونال كده. اول كونديشن تمام. تاني كونديشن نورماليزيشن, واحد لو عملت كده ده في نفسه واحد في واحد وانتجريشن من زيرو حد ايه تي على تلاتة هيديك واحد, لا هيديك تي على تلاتة صح. يبقى لازم الامبليتيود يبقى مقسوم على ايه, تلاتة على تي, بس عشان هو امبليتيود لازم اعمل ايه سكوير روت صح كده. يبقى منساش اعمل ايه, اعمل نورماليزيشن لكل الكلام ده. ايه تاني, عملي انتجريشن كده جيبي باور هيبقى 1 سكويرد صح, 1 سكويرد دي تي من 0 حد 3 تي على 3. حلو كده, فده هيديكي ايه تي من 0 حد تي على 3, فهيديكي ايه الانرجي تي على 3 صح كده. ده الانرجي انت عاوزه تحطي الامبليتيود هتقسمي على السكوير روت بتاع الانرجي. طيب تعالوا بقى نبص جرام شمادت بيقول لنا ايه. بيقول لي اول حاجه اول ستيب عندي هفرض ان الفاي واحد اول بيزيس فانكشن عندي هي مين, هي الاس واحد اوف تي. هاخد اول سيمبل عندي ايا كان هو مين ايا كان ترتيبهم, هاخد اقول ان هو البيزيس فانكشن تمام, هو اول بيزيس فانكشن عندي. بس احنا قلنا ان هو لازم يكون نورمالايز صح, فهقسم على مين, على سكوير روت الانرجي بتاعته اوف اس 1 ماشي. السكوير روت اوف الانرجي بتاعته هي ايه, هي الانتجريشن, انتجريشن اوف ال1 سكوير من 0 لحد 2 تي على 3 دي تي صح كده, فيديني الفاليو ده كام, 2 تي على 3 صح. ففي الاخر هيطلع لي ايه اس 1 اوف تي مضروب في مين, 3 على 2 تي تحت الايه روت. يبقى اول بيزيس فانكشن عندي هي مين, هي الاس 1 عادي بس ايه الامبليتيود بتاعها متغير. هيبقى عندي اول بيزيس فانكشن فاي 1 اوف تي هو ايه, هو الامبليتيود بتاعها 3 على 2 تي من 0 حد 2 تي على 3 تي تمام كده. بدأ اول بيزيس فانكشن. طيب تاني بيزيس فانكشن قال لك ايه بقى, تاني خطوه عندي تاني ستيب عرف حاجه اسمها ابساي اوف تي, ده انترميديت فاليو فاريبل ماشي, بيبقى ايكوال لايه للسيجنال اللي انا عاوز اشوف اذا كان تنفع بيزيس فانكشن ولا لا ماشي, اللي هي اس 2 اوف تي, واروح اشيل منها الكوريليشن ما بينها وما بين مين فاي واحد عشان اتاكد ان هما اورثوجونال صح. ما هي لو فيها كوريليشن بينها وبين فاي واحد يبقى هي ايه ما تنفعش كلها تكون ايه تكون بيزيس فانكشن, فاروح اشيل منها مين الانتجريشن ما بينها وما بين فاي واحد, اس 2 اوف تي في فاي واحد اوف تي دي تي, كل ده مضروب في مين في فاي واحد اوف تي ماشي. دلوقتي انا عاوز اجيب تاني بيزيس فانكشن حلو. طيب هاخد السيمبل التاني اللي عندي حلو, السيمبل التاني ده مين قال ان هما اصلا اورثوجونال على اس على الفاي واحد او اس واحد, مين قال ان هما اورثوجونال, ممكن ما يبقوش اورثوجونال صح. فهعمل ايه, هروح اجيب الكوريليشن, هروح اسمي حاجه اسمها ابساي, هو عباره عن الاس 2 ده متشال منه الكوريليشن ما بينه وما بين فاي واحد, فلو هما فولي كوريليتد هيديني ايه ابساي ده بكام, بزيرو صح. طب لو هما uncorrelated ده يبزي ده اللي هيبقى بزيرو, وساعتها هيبقى S2 تنفع مين, تنفع تبقى اسمها ايه دي basis function تمام, فهمت ولا لا ماشي. طيب تعالوا نعمل كده الانتجريشن ايه معادلة تانية عندي اس, انا عاوز اجيب عاوز اعمل نفس الحركه دي, اجيب حاجه واقسمها على يعني هجيب سيجنال واقسمها على الانرجي بتاعتها,
بس عاوزه السيجنال اللي اجيبها ديت اللي هي الاس 2 دي ممكن تكون الاس 2 دي ماشي عاوزه لما اجي اجيبها اتاكد ان هما اورثوجونال على بعض ان اس 2 ديت لا يعني خليني اقولها لك بطريقه ثانيه دلوقتي انا خدت السيمبل الثاني السيمبل الثاني ده حاجه من الاثنين لا يبقى فيه جزء منه شبه سيمبل الاولاني او يكون كله شبه السيمبل الاولاني او ما يكونش فيه شبه صح كده طيب مين اللي هيحدد لي الكلام ده ان انا اروح احسب الكوريليشن ما بينه وما بين البيزس فانكشن اللي لسه جايباها صح طيب لو هما الاثنين شبه بعض بالظبط ايه اللي هيحصل لو هما الاثنين شبه بعض بالظبط وفي فرق بس امبليتيود فهيديني ده هيديني هو هو اس 2 فساعتها يبقى ايه يبقى دي ما تنفعش بيزس فانكشن هتلاقي ان اس 2 اتشالت منها ايه كوريليشن مضروب في فاي 1 فهيديني ايه لو هما الاثنين زي بعض بالظبط فيبقى ده هو ده فهيديني 0 فيبقى دي ما تنفعش بيزس فانكشن طيب لو في حته منها جزء بس منها هو اللي كوريليتد هلاقي اداني ده هيديني فاليو فساعتها هروح اشيل الحته الكوريليتد دي من الفاي من الاس 2 وساعتها تديني سيجنال اقدر اقول ان السيجنال ديت اورثوجونال على فاي 1 واروح اقول ان دي تنفع بيزس فانكشن طب الاول الاثنين مش كوريليتد خالص يبقى ديت هتطلع لي 0 وساعتها دي تنفع تبقى بيزس فانكشن كلها اوكي كل ما اجيب بيزس فانكشن السيجنال اللي هاخدها ديت هروح اعمل كوريليشن ما بين بينها وما بين كل بيزس فانكشن جبتها تمام كده تعالوا نعمل بقى الانتجريشن هيبقى عندي من 0 لحد تي على 3 عندي 1 مضروب في 3 على 2 تي ما تنسوش ها احنا ما بنعملش كوريليشن ما بين اس 2 واس 1 احنا بنعملها اس 2 وفاي 1 دي تي مجموع عليها تي على 3 لحد 2 تي على 3 نيجاتيف روت 3 على 2 تي دي تي الترم ده هو الترم ده ولا لا هو هو صح بس بالنيجاتيف صح يبقى كده ايه الكوريليشن ده بكام بزيرو يبقى كده اس 2 تنفع تبقى ايه تنفع بيزس فانكشن وحتى بالشكل كده ده لو ضربته في ده هيديني ايه 1 اتضرب في ده هيديني هو هو نفسه فلما تيجي تعمل انتجريشن عليه هيديني ايه 0 صح ها الكوريليشن ده رقم وانت عاوز تشيل حته من السيجنال فاهم فهيديني في الاخر فاي 2 اوف تي هي مين هي هتديني هنا اس 2 اوف تي او خلينا نقول ان هو ابساي ده اوف تي على الانرجي بتاعتها الانرجي بتاعتها هي هي الانرجي بتاع ده صح لان ده هيبقى سكويرد وده سكويرد فده هيترفع لفوق مش فارقه صح فيديني ايه 2 على تي على 3 ماشي طلعوا لي بقى انتوا بقى الباقي البيزس فانكشن ده وده شوفوا كده هل ينفع يبقى عندي 4 ولا 3 بس كفايه يلا اه بالظبط بالظبط طيب تالت حاجه بقى عندي فاي 3 عاوز اجيب فاي 3 اوف تي لو في فاي 3 اوف تي طيب اول حاجه قلنا هنعمل ايه هنعمل حاجه اسمها ابساي مثلا 3 اوف تي ماشي عباره عن ايه عباره عن اس 3 اوف تي هشيل منها اس 3 اوف تي مضروبه في ايه في فاي 1 اوف تي دي تي مضروبه في فاي 1 اوف تي وهشيل منها مين انتجريشن اس 3 اوف تي في فاي 2 اوف تي دي تي في فاي 2 اوف تي تعال نبص كده على كل انتجريشن ماشي عندي اس 3 اوف تي في فاي 1 اوف تي اس 3 خلينا نقول ان هي دي فيبقى عندي ايه هيبقى عندي 1 مضروب في روت 1 مضروب في روت 3 تي على 3 على 2 تي ماشي دي تي انتجريشن من 0 حد 3 2 تي على 3 ماشي طيب دي هتديني ايه هتبقى ايكوال ماشي روت 2 تي على 3 تمام كده طيب لهناك دي اس 3 هيبقى عندي انتجريشن من اول 0 لحد تي على 3 فعندي ماشي عندي 1 مضروبه في روت 3 على 2 تي دي تي
بلس انتجريشن من تي على التلاتة نيجاتيف واحد في ايه في روت تلاتة على الاتنين تي ده اتنين تي على تلاتة دي تي. تمام كده؟ ده هو هو ده صح كده؟ فده في الاخر ايه؟ زيرو. تمام؟ طيب هنا في كورليشن صح؟ طيب اها ماينس ايه من ايه؟ يبقى عندي اس تلاتة اللي هي الامبليتيود بتاعها واحد هنا تلاتة على الاتنين اتنين تي على التلاتة وهنا ده تي وهنا امبليتيود واحد وهنا نيجاتيف واحد هشيل منه مين؟ الفاي واحد بس مضروبة في ايه؟ في الكورليشن كوفيشن ده اللي هو ايه؟ اتنين تي على التلاتة تحت الروت فيديني مين؟ امبليتيود واحد صح؟ يبقى انا هشيل منه مين؟ امبليتيود واحد من فين لفين؟ من زيرو حد اتنين تي على التلاتة. حلو كده؟ شلت ده من ده هيبقى لي مين؟ الحته دي بس صح كده؟ هيبقى في الاخر ايكوال لمين؟ ده تي على التلاتة اتنين تي على التلاتة لتي وامبليتيود كام؟ نيجاتيف وان. ده مين؟ ده الابساي صح؟ انورمالايز بالظبط. ده مش الفاي لسه لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل نورماليزيشن فاقسم على الايه على الانرجي بتاعته. الانرجي هنا ايه؟ ده تي على التلاتة صح؟ يبقى هنا ايه؟ روت تلاتة على تي ماشي؟ هيبقى عندي فاي تلاتة اف تي هو الابساي تلاتة اف تي على الانرجي بتاعته اللي هي تي على التلاتة. اوكي كده؟ طيب نيجي لفاي اربعة. فاي اربعة بكام؟ في فاي اربعة؟ اهو ما هي تمام. عاوز تعملها حتى تضربهم في بعض هيديك ايه؟ هيديك زيرو. تمام نعم. انا عملت ايه؟ 2 تي على 3 وهنا ايه؟ 2 تي على 3. طيب اخر حاجه بقى او اخر حاجتين الفاي 4 هروح اجيب فاي 4 هلاقي ايه بقى؟ ها هلاقي ايه؟ حد كده يقولي حتى بمجرد النظر. ها نهار ابيض في فاي 4 زيرو مفيش فاي 4. تعال نبص كده حتى بمجرد النظر انت عندك ده اس 4 اس 4 عباره عن ايه لو جيت بصيت هنا ده كده فاي 1 صح والحته دي هي مين فاي 3 لسه جايباها يبقى انا ممكن اعرف اعمل دي من ايه من التو بيزس فانكشنز دول. طب تعال نعملها بالماث ماشي هروح احسب ابساي ابساي 4 اوف تي ده اللي هو ايه اس 4 اوف تي حد يقول لي كده الايكويشن يلا ماينس انتجريشن اس 4 اوف تي فاي 1 اوف تي دي تي فاي 1 اوف تي ماينس انتجريشن ايوه فاي 2 اوف تي دي تي فاي 2 اوف تي ماينس انتجريشن فاي 3 اوف تي دي تي فاي 3 اوف تي تمام كده؟ طيب فعندي ايه؟ هو سكشن الساعة كام؟ يعني واخد بريك كمان. طيب بسرعة بسرعة ماشي؟ الاس الفاي 2 دي هتبقى ايه؟ لما تيجي تعمل كورليشن بينها وما بين اس اسمها ايه ديت؟ اس 4 هتديك ايه؟ تديك زيرو صح؟ عشان نيجاتيف 1 تضربها في الايه؟ في الحاجة بتقصليك كده تديك ايه؟ زيرو. طب هنا هتديني ايه؟ مع فاي واحد هيبقى عندي نيجاتيف واحد مضروبة في روت تلاتة على الاتنين تي وانتجريشن من ايه؟ من زيرو لحد اتنين تي على تلاتة تمام؟ فتديني ايه؟ بوستيف هيبقى اس اربعة اوف تي مجموعة عليها ايه؟ تلاتة على الاتنين سوري اتنين تي على التلاتة فاي واحد اوف تي ماشي؟ طيب بعد كده اخر حاجه اخر ترم خالص عندي ايه اس فاي 3 اللي هو انتجريشن من اول من اول ايه 2 تي على 3 لحد كام لحد تي وعندي اس اس دي تبقى ايه نيجاتيف 1 وهنا نيجاتيف 1 او نيجاتيف تي على 3 فتديني في اخر ايه تديني
ماشي هتديني كام؟ سوري دي 3 على تي. اوكي دي 3 على تي صح؟ 3 على تي روت تي على 6 فاي 2 اوف تي. تمام؟ طيب اخر حاجه بقى هنعملها بسرعه كده الفيكتورز بتاعت كل واحد فيهم. اوكي انت عندك الفيكتور الاولاني، طب انا عندي خلينا نكتبها هنا اس 1 واس 2 واس 3 واس 4. عندي ده مع فاي 1 هتديني مين؟ هيبقى روت 2 تي على 3 صح، وده بزيرو وده بزيرو. طب وفي اس 2 زيرو، وهنا هيبقى ايه؟ برضو 2 تي على 3 دي بتطلع بزيرو، دي بتطلعش بزيرو، دي بتطلع زيرو. اه ماشي اس 4 ديت هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك ده كله نيجاتيف 1 ماشي، مجموع عليها ده هنا من زيرو حد 3 تي على 2 تي على 3 وماينس منها مين؟ او خلينا نقول بقى بلس، هيبقى ده هيبقى تجمع دول كلهم على ده هيديك زيرو، مفيش فاي ماشي. هيجي هنا بعد كده اس 3 هي مين؟ اس 3 هاخد ده بتاع فاي 1 اللي هو روت 2 تي على 3 وعندي الزيرو وعندي مين؟ روت تي على 3 ماشي. وعندي اخر واحده هي 1 وايه وبرده ايه ثانيه كده 1 واس 3 اس 3 ده فاي 1 صح؟ اه ماشي. ايه اب بالنيجاتيف بوست باين اه ده بالنيجاتيف ده هنا بالنيجاتيف اه ده بالنيجاتيف 2 تي على 3 وده زيرو وده روت تي على 6 تمام كده ماشي تمام كده. طب تعالى نرسمها بقى بسرعه. هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي 3 دايمنشن كده، هيبقى عندي ده فاي 1 وفاي 2 وفاي 3. هيبقى عندي 1 اول نقطه دي كده، ثاني واحده فاي 2 والفاليو بتاعتها، وفاي واس 3 هي ايه؟ هي 1 هنا وتمشي ايه؟ تمشي في فاي 3 بالبوزيتيف، وبعدين مره بالنيجاتيف وتمشي ايه هنا في فاي 3 بالبوزيتيف، فيديك ايه كونستليشن بوينتس كده ترسم فيكتور. تمام؟ حد عنده مشكله؟ طيب اشوفكم السكشن اللي جاي بقى ان شاء الله.